جماعة الخير عرفتوا هذه؟ منو هذه؟ ما عرفناها. ايه بنت اشوفك بنت. منو هذا راكب ويانا السيارة؟ فطامي هذه. اوه اسعد الله يومكم لك الخير من قلعة الضايع. طبعا تحديثات فيها جديدة، ناخذ جولة فيها. هذه هي مسار قلعة الضايع. مرحبا فيكم قلعة الضايع. يوجد تحديث مثل ما تشوفون على الممرات، وقلعة الضايع مثل ما تشوفون فوق بالأعلى. المعروف قلعة الضايع هي المكان اللي كانت آخر نقطة لانتهاء من الاحتلال والاستعمار اللي مر لرأس الخيمة، ومنها الاحتلال البريطاني. المتأمل في المزارع اللي حواليه هذه المنطقة يشوف كأنه تحكي أو تحكي أصلا ماضي الأجداد الأوليين ومزارعهم اللي فيه. كذلك يشكرون الناس اللي يسكنون في هذه المنطقة اهتمامهم في أراضيهم، وبعد تعب وعناء ترتاح الآنسة آمنة وفاطمة من مشقة صعود الدرج. هذه القمم تشوفون الرينبو، الرينبو مثل ما قالت أمون، وقوس قزح وقوس الله عز وجل، قوس الله عز وجل. منظر جميل ورائع على جبال رأس الخيمة. الرحلة بصعود قمم جبال رأس الخيمة باستراحة ضايع. مناظر جميلة ورائعة، شوفوا إطلالة على مدينة الرمس، مدينة منطقة ضايع، وتعرف آمنة وفاطمة مستمرة في الصعود. قمم هذا الجبل على قمم قلعة الضايع. شوف الإطلالة الجميلة جدا. هاي الاستراحة الأولى للمكان، ما شاء الله. اللهم بارك. شوفوا كيف حكاية أماكن سياحية في المنطقة، شيء جميل ورائع. تشكر هيئة السياحة على اهتمامهم في هذه الأماكن. نكمل المسير. أماكن جميلة جدا، شوف إطلالات ولا أروع على هذا البلد. ناخذ لكم على اليسار، شوفوا خور والبحر والإطلالة الجميلة للمنطقة. يا سلام. الضايع عليها قوس الله عز وجل، ولا تسمي أمون رينبو. كمل. تعرفون انه قاعد يطيح مطر؟ يطيح مطر؟ يلا 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 يلا. ما شاء الله فاطمة غلبت أمون، اللهم بارك. ما يصير. شو ما يصير؟ فازت فازت فطوم، فازت فازت فطوم، فازت فازت فطوم، فازت فازت فطوم. جميل ورائع، تنبيهات لا ولا بالخيال. سياح متواجدين يلتقطون صور للمكان التاريخي لإمارة رأس الخيمة. يلا كمل الدخول، وتقولكم أمون هاي. يعني شو هاي؟ هذا كرسي. خلني أرتاح.
هذا مكان له تفاصيل رائعة، تنبيهات جميلة كيف يصعدون للأعلى، نطلع ونشوف الإطلالة الجميلة للمكان. آلاف السنين، يقولون 2000 سنة قبل 2000 سنة هذا المكان، منهم يقول قبل الميلاد. هذا يوم ساكنين بيت خرموز ما أدري بيت. ما ساكنين ناس بيت خرموز بس هذا صوب ثاني. قلعة. ضايع. قلعة شو؟ ضايع. ماما تبي ريمبو؟ أول شيء بنفسجي أزرق أخضر أصفر بعد الأحمر. شوفوا المشاكس يا فاطمة وين صاعدة، إطلالة الأخيرة مثل ما ودها في الطوم. تشوف المكان، أرويكم المكان الجميل. بابو وين بيتنا؟ بيتنا مثل هذا الاتجاه. طبعا هذه الرمس، وانت متجهين الى شحن. طبعا امال على هذه المرتفعات الشائقة والاماكن التاريخية لامارة راس الخيمة، من الانسة امنة مرات تاريخية من آمنة لهذا المكان الجميل الرائع إمارة راس الخيمة. مكان جمع فيه قلوب راس الخيمة ضد هذا الاستعمار.